اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديالنا، البنات بغيتكم كاملين دعوا مع اهلنا بفلسطين، الله يفرج عليهم والله ينصرهم على اعدائهم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انتم وليداتي كيشاركوا في اجواء العيد وهما اختي اللي مضاربين على هادشي باش يصيبوه. المهم باقي ما ساليناش، كي نساليو ان شاء الله نوريكم الفاينل ديكوريشن. يا كنيهان برافو نيهان، شنو هادشي درتي في الحياة نتايا؟ شهادة عرفتي واحد عمران كوبي كولي اللي دارت هانيهان خصو يكوبيها. ثانك يو نيهان كبيدة، يخليك ليلي يا الحبيبة، يخليك ليلي. اللي شافها يا اختي، اللي شافها بغى يديرها. عيد مبارك ايفريوان، شكون اللي فرحان للعيد؟ ضروري حنا صحابه الغربه من الكادو تاع العيد. علاش؟ حيتاش كل كريسمس راكم عارفين في راس السنه الناس كيحتفلوا هنا، فالوليداتنا كيبقاو يسولوا، فحنا كنقول لهم بدي حنا عندنا جوج اعياد، كاع عندنا العيد الكبير عندنا العيد الصغير. فالمهم انا كندير لهم هكا حويجات العيد سوربريز ليهم، تندير لهم شي لعبه، تندير لهم هكا شي كادو، المهم اللي كان اي حاجه انا عارفه وليداتي كتفرحهم كندير لهم، كنديروا لهم هنايا، كنغطي عليهم حتى النهار صباح العيد عاد كيحلوا لي كادو ديالهم، باش هما كيكونوا هكا متحمسين وفرحانين بالعيد. فانتوما البنات هكا خدوها عاده، راه فكره اللي هي زوينه للوليدات.
وضروري من مسمن تاع العيد، الا ما كانش مسمن فوق الطبله تاع العيد انا ما كيديرش عندي العيد، خصني نشم ريحه المسمن. داكشي من الصغر سبحان الله، اللي كبرنا عليه كنبغيو نطبقوه في الكبر. بزاف منكم كيسولني على شنو كندير في العجينه تاعت المسمن، كندير فيها البنات الكورسه مولينا كناخذها من عند هنوده ماشي تاع العروه، ديما كنبارطاجيها معاكم. هي باش كندير البغري اللي كيصدق ليا، هي باش كندير الخبز كتجي واعره نتوما البنات، كتكون هي ماشي ديك ماشي الفاين، هذه الكورس شفتوا كيفاش كتكون، كتجي حتى في البغرير وكتجي في المسمن كتحمق وكتجي حتى في الخبز، يعني ما كتكونش غليظه شوي بينو بين. صافي كندير مثلا 700 غرام ديال الكورس مولينا ياك، كنزيد ما تبقى 300 غرام ديال الدقيق الابيض، كنعجنو بمليحه. ملي كيتعجن مزيان يا كتبغي العجينه هنا كنديرو في الثيرموميكس، كندو كنشدو كندور ندير لي عاوتاني واحد التدويره بزيت الزيتون، من بعد كنشدو كنديرو في السلوفان ياك، كندير ليه الزيت عاوتاني وكنسد عليه، كنغطي عليه وكنخليه نص نهار. البنات قد ما تلقات تقدو كاع ديروها بالليل، بعد انا الاغلبيه كنديرها بالليل، تقدو كاع ديروها بالليل وتخليوها حتى للصباح، عرفتي كتجي العجينه ديالو كتحمق. صافي المهم انا هنايا درت واحد الكيلو، المهم غيفطروا منه، انا راه باقا لحد الان متبعه الريجيم، غياكلوا منه الدراري غيفطروا منه، وما تبقى غادي ندير مثلا هذيك شي 20 سمنه غادي نخليها للعيد ان شاء الله. عاوتاني البنات باش يجيكم هكا المسمن فشفش في ديك السميده، ديروا فيها شي شويه د الخماع ووقفوا عليه بحال هكا، كل مره بقاو تقلبوه، علاش باش ما يتحرقش لكم عاوتاني ويجيكم كامل، يعني مره كل هذيك كل 5 سكوند 6 سكوند تبي 1 2 3 4 5 وقلبي بحال هكا، راه كيجي زوين مفشفش كيجي محايم مره ختايك. والبغرير تايم. البغرير والمسمن ضروري في المائده ديال العيد ياك البنات. غادي جات بارطاجيت معكم الطريقه ديال البغرير اللي ما كيصدقش ليها، كيف ما قلت لكم راه الكورس سامولينا كلشي من ديك السميده اللي كتصيب، ولا الا بالفاين سامولينا راه ما كتصدقش ليا، عمرها ما صدقات ليا. والكورس سامولينا هي باش كتصدق ليا اللي كناخذ من عند الهنونه، كما كتشوفوها انتما راه كيجي مترقب البنات زوين، ها انتم كيجي خطير جدا. دابا غادي نصايب واحد سبونج كيك البنات، هادي كتصدق من الدقه الاولى كتجي واعره، راه الغوسيط كاينه في الثيرموميكس، وكيف ما ديما بنات بريطانيا وايرلند اللي بغاو ياخذوا الثيرموميكس راه كاينين تسهيلات حتى هذا 3 سنين كتخلصي فيها 36 باوند للشهر البنات، 36 باوند راه ما هي حتى شي حاجه، كتجيبي شي حاجه اللي كتهنيك كتحسي بحال شي حد كيعاونك في الدار. فانا فقط غادي نطبق الوصفه كما هي، هو كيقول لي شنو خاصك ديري، مثلا قال لي سخني الفرن على 180 درجه، انا غادي نسخنه، هنا سخنته على 180 درجه وغادي نبدا نكمل الكيكه تاعتي بما ان تسخن الفرن. هنا قال لي ديري واحد المول فيه 22 سنتيم تهنيه، وحطي هنا الباتر فلاي، هذه هي الطراب ديالو، هو الطراب تاعنا، يعني آلة فيها كل شيء داكشي اللي كتحتاجي، وصراحة عوين عوين عوين، يعني البنات كنقول علاش ما خديتوش شحال هذه صراحة. انا كيقول لي دير 4 البيضات يكونوا ميديم، بسم الله على بركة الله، يعني فيما يخص الميزان ديروا ليه تير باش ترجعوا للزيرو، واللي زوين في تي ام 6 انه كيبدا من 0 غرام. انا زدت هنايا البيض، غادي نمشي للنكس، وقال لي هنا زيدي 120 غرام تاع السكر، رجعوا عاوتاني للزيرو السكر زيدوا على حسابكم نتوما، المهم انا غادي ندير كيف ما عطاني هو 100 وهذا 120 غرام، انا غادي قال لي زيدي تيبل سبون ديال الفانيلا، بسم الله غادي نمشي للنكس. ودابا غادي نبداو العملية، قال لي هنا ديري 6 دقايق
37 درجة والفيتيس 4. وغنوريكم بعد الخليط كيفاش ولا. بسم الله، ها هو دابا وقف، غنمشي نكس وغادي نعاود عاوتاني 6 دقائق. هنا عطينا 37 درجة وسبيد 4. بغيت غير نوريكم الشكل ديالي دابا، ها هو شفتو. قلنا الفيتيس 4، هدا وقف البنات. دابا غادي نزيد 220 غرام تاع الدقيق، ومن ضروري الدقيق البنات يكون منخل 220 غرام. بسم الله. ما وليتكمش ها نتوما الشكل تاعو كيفاش ولا، شفتو. ما قالت عذب بضرب، ما قال بقيت خدمي فيك بقيت حركي اختي، كلشي يديروا لك لي ديزيرفي تاع الحبيبه ديالي. والله الا هذا انفستمنت اللي مزيانه بزاف، خاصها تكون عندنا كاملين. والمزيانه في انه كيجي معاه عامين تاع الوارنتي، يعني ما كتخافيش عليه نهائيا. ودابا البنات راه زادوا 3 سنين واحده اخرى الا بغيتي ديري وارنتي ديال 5 سنين. الا بغيتي ديري 3 سنين كيتسخن 150 باوند، يعني كتجيك ديك 50 باوند هذا 50 باوند للعام. صافي انا هنا زدت كاع اكثر، يلا غنمشي نيكست. غادي نزيد دابا هذا اختياري الا بغيتي تزيدي البيكين باودر، غندير شويه تاع البيكين صودا كتجي زوينه مع الكيكه شويه. و غادي نديرو الغطا و ديكو نيكس، وغادي نخلطوها 4 سكوند و سبيد 3. هذا سهلة. دابا قال لي حيدي هاد الطراب او صافي. غادي نحطو دابا بشويه بشويه، نتوما ها هو الخليط، نحطو بشوي بشوي في المول تاعنا. كتجي زبينه خفيفه يا البنات، هذه الاعياد الميلاد كتجي خطير، وراه ممكن تعمروها باش ما بغيتو. وحتى بوحدي تاكلاوها ولادي، واحد النصيب تاعي بغيت غير نعمرها ما كانش عندي دابل كريم وكلاوها، باقا ما جبتش انا الدابل كريم، جاتهم خفيفه. تبقى هكا في الجليبات. ومن بعد ديما تنخلي لكم النمره، تواصلوا علي معايا على الواتساب اللي بغى اللي مهتم انها تاخذ تاع الميكس، تواصل معايا على الواتساب راه ديما كنشوف. واللي بغات تاخذوا اونلي راه ديما كنخلي لكم الادفايس النمبر تاعتي، استعملوها البنات باش ديك الساعه ان فوا كتاخذوا بالادفايس النمبر تاعي راه كطلعوا ليا في السيستم. انا كنتواصل معكم باش كنوريكم كيفاش كتخدموا تيرموميكس، كنوريكم كاع تيبس اند تريكس، حيت ضروري هو يكون مع الادفايزر. والادفايزر بحال شريتي ثمنه، يعني ثمنه هو 1149 باوند، سواء شريتي مع الادفايزر ولا بلاش، يعني الا ما خديتيش الادفايزر كتكون انت اللي ضايعه ماشي هما. المهم غادي ندخل هذا دابا الطيب. هنا قال لي ما بين 20 حتى 25 دقيقه على 180 درجه. ها انتم البنات كيف كتجي الكيكه، راه فيري سبونجي شفتوها، راه كتجي رطبه كما قلت لكم، راه وليدات كلاوها بحال هكا كتجي خفيفه وهشيشه. ممكن البنات تعمروها بالدبل كريم، تقسموها على جوج وتعمروها بالدبل كريم. انا غادي ندير عليها واحد الحشوه من الفوق، المهم انا غنبارطاجيها معكم دابا. غادي نوريكم الحشوه الاولى حيتاش غادي يكون شويه طبقات. هنا البنات درت، حيتاش انا عندي كيكه صغيره، درت 350 غرام تاع 350 ملل تاع الحليب، جوج معالق ونص تاع السكر، وجوج معالق كبار ديال النشا. خلطتهم مزيان حتى هكا عقدوا ليا، وصافي غادي ندير هكا طبقه اولى. بسم الله. والطبقه الثانيه غادي تكون عباره على كاس تاع الليمون. غادي بعدا ندير هذه هي الاولى، غنخليها تدخل الثلاجه حتى تجمد مزيان. والطبقه الثانيه غادي ندير كاس عصير الليمون ياك، جوج معالق تاع النشا عاوتاني، وجوج معالق تاع السكر.
الا كانت عندكم كيكه كبيره ديروا ديك نص سطرو تاع الحليب. انا حيتاج الكيكه عندي هكا صغيره نص صغير، فدرت غير هكا وصافي. كتكون هذه هي الحشوه الاولى. نزيد نزيد حتى نكمل هذا الشيء كامل. السباتولا الصراحة هي اللي كتبرد القلب فاش كتجيب لك جميع القنيسات. صافي غادي نديرها مزيان وندخل هذا الجمد في الثلاجة. انا هكا صيبتها في الصباح حتى الليل عاد ندير الطبقة الثانية. واخر حاجه غادي نديرها غادي نعمر هاد التميرات، ماشي غنعمرهم غادي نزوقهم، غندير لهم الشوكولا نديرهم في الشوكولا، والجنيبات غادي ندير عليهم البيستاش. ساهله ما عليك، كاين اللي كيدير عليهم شوكولات وايت شوكولات، انتي كديري فيهم كتبدعي فيهم. واللي عجبني فيهم انهم بلاتي نوريكم انهم تيجيو مع هاد العيبات هادو مع الوريقات ديالها، وزيد شويه في الثمن لكن راه العيد هكا ديال شفتو. انا غادي نزوقهم وغادي نوريكم الشكل ديال النهائي، راه ما فيهش بزاف لكن انا صراحه هو اللي كيبرد القلب. لاحظتوا هذا العرادات وداك الشيء هو اللي كيبرد القلب. تمسحي بشويه، غادي نمسحو بشويه تاع الزيت باش هادشي راه كيكون فيها البنات الغبره، ديما مسحو بزويفه فيها الماء وصافي. تما البنات بغيت نوريكم الشكل تاعهم. المهم اللي بالك اللي بان لكم ما فيهش الشوكولاته كتقدري ديريه بيدك بحال هكا، وكدري عليهم اللي بغيتي انتيا. انايا هنا كيجيو احسن بسميتو بالبيستاش، هنا درتو في الثيرموميكس كديري عليه بحال هكا كيجي الشكل ديالو زوين. كما شفتوا البنات راه كندير شحال من حاجه دابا في النهار، راه ماشي حتى شي حادقه ولا شي حاجه، ولا راه الثيرموميكس هو اللي معاوني. راه كل ما كان مش الثيرموميكس والله ما كنت كندير هادشي، ما نقدرش ندير هادشي كامل، يعني نجفف ونقي وندخل الكوزينه اختي، انا ماشي روبو. هو اللي كيسهل عليا بزاف، قلت لكم الثيرموميكس هو اللي كيسهل عليا بزاف الحاجات اللي يعاون في الكوزينه البنات. دابا درت الكيكه الثانيه ما شاء الله، اي حاجه العجينه البغرير في ساعه داكشي كيتصايب، الكيكه كيطلع لك كتحمق ما تيحشمكش اصلا. انت اللي ما كتعرفش طيب راه في ساعه ما تعرفيش اصلا، ماشي ضروري تعرفي تكوني طيب، راه هو في كلشي هو كيعلمك كلشي. صافي انا كندير دير بحال هكا، نخلي حتى يجمد بحال هكا ونديرو في الكويعطات باش ما يتبسخوش ليا الكويعطات. الكويعطات بغيتهم يدخلو نقيين. دابا الشوكولاته غنديرو على الكيكه الثانيه، ونتلاقاكم ان شاء الله ان شاء الله في الفلوق تاع العيد، نوريكم هادشي كاع اللي حضرت. السلام عليكم.